تواصل قيادة حزب التجمع اليمني للإصلاح في محافظة تعز زياراتها الميدانية لتفقد الجرحى وأسر الشهداء بمناسبة عيد الأضحى المبارك. التقرير التالي من مناطق الأحكوم. بيما هو مسافر من هنا قال يا أمه مع السلامة أنا شهيد. قلت له لا يا ابني. قال لا وقطف ناكره واد. السلام. استشهد بالكبوش هنا وقزع كل المناطق إذا كبل. تبت الماورة بالكبوش. الحكومة الحجة زينب نعمان سيف قائد تحكي قصة ابنها الوحيد الذي فضل القتال والاستشهاد من أجل دينه ووطنه إلى جوار أبناء منطقته الذين وقفوا بوجه الإنقلابيين الذين يحاولون الوصول والاستيلاء على منطقة الأحكوم ملكاحلة ومدينة التربة منذ ما يزيد على سنة ونصف، ولكن أبناءها لهم بالمرصاد، وهذا ما وجدناه بجرحاهم. ومنهم الشاب محي الدين عبد الباري جريح مقعد أصيب بالحبل الشوكي وأسعف إلى الهند، ولكن نصف جسمه الأسفل بقي لا يتحرك وهو راض بما كتب الله له. أقول لزملائي والله لو تدرون النعمة التي أحس في بها وأنا مشلول، والرصاصة الذي احتوت في الكبد حقي ما استطاعوش الأطباء أن يخرجوها، تؤلمنا الليل والنهار، لكنني والله أنني أحس براحة ولذة لم يحصل عليها إنسان، لأنني خرجت من كل قلبي مجاهدا في سبيل الله من أجل نصرة الدين وكتاب السنة أولا لنصرة الدين وكتاب السنة، فهناك تلقي الأجر والراحة النفسية، وأسأل من الله أن يثبتهم وأنصرهم على هذا الأمر حتى ما أنالوا الشهادة أو النصر القريب بإذن الله الواحد الأحد. زيارة الجرحى واجب علينا وواجب على كل أبناء اليمن أن يكرموا الجرحى وأن يكرموا أسر الشهداء، وهذا واجب شرعي ديني وواجب وطني وواجب اجتماعي في حق هؤلاء الشهداء وفي حق هؤلاء الجرحى، ونحن عندما نكرمهم إن لا نستطيع أن نقوم بحقهم لأنهم قد قدموا أغلى ما يملكون. على رؤوس هذه الجبال لم يعرفوا غير الحرية والكرامة والانطلاق الحر إلى فضاء لا يعرفه ولا يتخيله العبيد والمنبطحون، لذا حموا مبادئهم وقيمهم التي استمدوها من دينهم بالروح والدماء، وبقيت الرؤوس مرفوعة كارتفاع هذه الجبال وشموخها. بمناسبة هذا العيد السعيد نهني أسر الشهداء والجرحى الذين ضحوا بأرواحهم وأنفسهم وتركوا بعدهم أولادهم من أجل هذا الوطن المعطاء، ونحن وبهذه المناسبة العظيمة لا زلنا على طريقنا قاطعين العهد والميثاق كما قطعناه لهم، هذا العهد والميثاق ماضون وسائرون على هذا الطريق. زيارتنا اليوم لأسر الشهداء منذ اليوم الأول للعيد إلى اليوم في كل مناطق تعز أو في أغلب المنطقة الجنوبية لتعز هو عهد وفاء من قيادة الإصلاح لكل أسر الشهداء والجرحى. نقول لهم أو نجدد لهم العهد بأننا سائرون على الدرب وبأننا لن نحيد عن أهداف استعادة الشرعية واستعادة الدولة والجمهورية والثورة، والدماء التي سكبت من أجل هذه الأهداف لن تذهب هدرا. تأتي الأعياد المتتالية وجرحى تعز يعانون واحتياجهم للعلاج يزداد، وأسر الشهداء وأطفالهم محتاجون للرعاية كحق من حقوقهم، ومهما كان التقصير ستظل المتابعة حتى يؤخذ حقوقهم غير منقوصة كأقل واجب يقدم لهم من الشرعية. محمد يوسف لقناة سهيل تعز.